بنتكلم عن المحافظه بنتكلم عن الدكتور مصباح هيطلع معاه دلوقتي نسلمه هو اللي هو بتاع الشيف ان شاء الله. ماشي هات الباقي يا واد. ايوه يا فندم حاضر. هات ده كان عندها حول. لا كان عندها كسل في الامعاء، كان بعيد خالص. كسل يعني عندها حول ما اتعالجش. فالمخ لجا علما. كويس؟ الايام بتبقى سليمه لكن المخ ما عادش بيشغل. اه هي دلوقتي حضرتك عندها مريض ديت. اه هي عندها حضرتك انت عارف لما هي حصل لها مشكله بقى تدعي من ربنا يا رب امراض كتير من هنا. الحمد لله انا دفعت مصاريف هو الصوره المفروض تيجي على بعضها صح؟ هي صورة تجيب لي لو صورة تجيب لي صورة منهم.